قوله ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، فإنه يدل على اعتبار النية لحصول هذا الأجر العظيم. أما لو خرج من بيته لا يريد الصلاة فإنه لا يكتب له هذا الأجر، مثل أن يخرج من بيته إلى دكان فلما أذن ذهب يصلي، فإنه لا يحصل على هذا الأجر، لأن الأجر إنما يحصل لمن خرج من البيت لا يخرجه إلا الصلاة. لكن ربما يكتب له الأجر من حين أن ينطلق من دكانه أو من مكان بيعه وشرائه إلى أن يصل المسجد، ما دام انطلق من هذا المكان وهو على طهارة.